والجولة مستمرة في الأردن. نحن الآن في مدينة البتراء أو البتراء أو البتراء كما أطلق عليها سابقا، وهي مدينة أثرية قديمة تقع في محافظة معان جنوب الأردن، كما تعرف بأنها مدينة قديمة تضم أطلالا مختلفة وأشكالا مختلفة من الصخور والمنازل السكنية القديمة، وكانت يوما ما هي مدينة تحكم هذه المنطقة وتربط التجارة بين العراق أو بلاد ما بين النهرين سابقا وبلاد الشام، وأيضا يمر من خلالها طريق الحرير. ابقوا معنا بهذه الجولة وسننقل لكم أجواء هذه المدينة الأثرية المنحوتة بالصخور كما تشاهدون، والتي تتخذ وتأخذ ألوانا مختلفة نسبة وتحديدا إلى اللون الوردي، ولذلك تسمى بالمدينة الوردية. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام، السكان في هذه المناطق وفي العصور القديمة خاصة ما قبل الميلاد كانت لهم آلهة معينة يعبدونها، ونحن الآن قرب الآلهة الذي كان يعبد سابقا من السكان المحليين هنا، وهو تمثال أو آلهة دوشارة، وهو الآلهة الأقرب إلى سكان هذه المنطقة، وطبعا إلى جانبه تمثال العزة وهو صنم من أصنام التي كانت تعبد سابقا في قريش، إلى جانب الأصنام السابقة اللات ومنات والعزة. إذن العزة ليست فقط حكرا على سكان قريش، أيضا في الأعلى هذا يمثل المعبد أو المذبح الذي كان يعني تقدم فيه القرابين إلى الآلهة بوشارة، وهو الذي يتوسط الطريق المؤدي إلى المدينة إلى داخل المدينة، وأيضا يودع من يخرج إلى خارج المدينة، وبالتالي هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية، وكانت أيضا تتمثل بطريق الحرير، وطريق الحرير هو معروف سابقا طريق التجارة العالمية في كثير من الدول والممالك السابقة، وأيضا في العراق كان يوجد أيضا طريق الحرير الذي كان يمر من البصرة ويعبر البحار ويصل إلى الصين لنقل البضائع التجارية في القوافل التي كانت تمر من هناك. المدينة هاي فريدة من نوعها في كل العالم، عشان هيك هي واحدة من عجائب الدنيا السبع، انها كلها منحوتة بالصخر، ما فيها بناء، وكل الناس بيزوروها ل يعني هول المشهد. تشوف هون اللي هو المعلم الرئيسي اللي هو الخزنة، هي قبر الحارث الرابع آخر ملوك الأنباط اللي كان في القرن الثاني الميلادي، ومن النقوش اللي على الخزنة بتعرف قديش مكانة الشخص اللي مدفون داخل هذا المكان. وكل البتراء كلها الطريق السلك رودي اللي هو السيق، كان يدعى السلك رود لأنه هو طريق الحرير، طريق الحرير اللي بيمروا منه جميع القوافل عشان تجارتهم. الأنباط قبل كانوا هم يعيشوا حياة رعوية لما إجونا من جنوب شبه الجزيرة العربية، لكن لما وصلوا للبتراء كانت وقتها المملكة الأدومية، فكانوا حبوا حياة الاستقرار، نقلوا أكثر من عمارة يمكن ستحن لاحظنا هذا الشيء بالأطلال الموجودة. طبعا هم أخذوا تأثيرات من جميع الحضارات اللي كانت في هذاك العهد، يعني بتلاقي بعض الواجهات بتحس التأثير فيها يوناني، تأثير روماني، تأثير مصري، وحلم جميل لكل أجنبي وأوروبي من كل جميع أنحاء العالم بيحبوا يجوا يزوروا البتراء. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى أشهر معلم في البتراء، وهي أطلال البتراء، تلك الأعمدة أو ما تسمى بالخزنة. هذه الخزنة دفن فيها آخر
الملوك الأنباط وهو الحارث مع زوجته وابنه أيضا داخل هذا المكان الذي يسمى بالخزنة. وكما تشاهدون المكان هو عبارة عن منحوتات وأيضا أعمدة أخذت أكثر من شكل. حقيقة نشاهد العمارة اليونانية وكذلك المصرية وأيضا عمارات متنوعة، وهذا يدل على الحقب المختلفة على الاستيطان في هذه المنطقة واحتلال هذه المنطقة المملكة النبطية أكثر من احتلال، من ضمنها البيزنطي وأيضا الملوك العراقيون القدماء الآشوريين وحتى البابليون سيطروا على هذه المنطقة واحتلوها في سابق العصر، وبالتالي أصبحت هذه المنطقة كما تشاهدون هنا من أجمل المناطق الأثرية في الأردن وأيضا من أكثر المناطق التي تجتذب السواح ومن كل دول العالم حقيقة، وخاصة الأجانب الذين ينبهرون بالعمارة وأيضا بما صنع هنا وما نحت من منحوتات وأشكال وتماثيل تأخذ طابعا يميز التاريخ العربي القديم. انتهت جولتنا مشاهدينا لهذا اليوم، نلتقيكم بجولة أخرى في مكان أثري ومعالم أخرى من الأردن. دمتم في أمان الله.